بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، الوسطية عند أهل السنة والجماعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل رسله، وأنزل علينا أفضل كتبه، وشرع لنا أفضل شرائع دينه، صلى الله وسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في هذه الآية الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى فضله على هذه الأمة، وأنه اختارها من بين سائر الأمم وجعلها خير أمة أخرجت للناس، وجعل لها من الفضائل والمكانة بين الأمم ما أهلها للشهادة على الأمم وعلى الرسل. أمة وسطا يعني عدولا خيارا، لأن الشاهد يشترط فيه العدالة والخيرية، وهذه الأمة يستشهدها الله جل وعلا يوم القيامة على الأمم في أنها قد بلغتها رسالات الأنبياء وقامت عليها الحجة، وأن أنبياءها بلغوها عن الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مزكيا لهذه الأمة في شهادتها، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه منزلة عظيمة لهذه الأمة، مع أنها آخر الأمم، ولكن بما أعطاها الله من العلم فيما أنزله على نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها علمت ما سبقها من أحوال الأمم وما جاءت به الرسل، لأن هذا القرآن اشتمل على علم ما كان وما سيكون من أحوال الناس منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، بما قصه الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن مما جرى بين الرسل وأممهم، وما بلغت الرسل لأممهم، وما قابلت الأمم رسلهم به من العناد والمكابرة. فهذه الأمة شهدت على الأمم بأن رسلها عليهم الصلاة والسلام بلغوها وأقاموا عليها الحجة، فكان كفرهم وإعراضهم إنما هو من باب العناد لا من باب الجهل. فاختيار الله لهذه الأمة لهذه الشهادة في هذا الموقف العظيم دليل على فضلها وخيريتها، وأنها وسط بين الأمم، كما أنها عدل خيار فهي أيضا وسط، والوسط بفتح الواو ما كان بين طرفين فهو الوسط، وذلك لأن الأطراف عرضة للآفات، بخلاف الوسط فإنه يكون سالما من الآفات. ولهذا يقول الشاعر: كانت هي الوسط المحمية فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا. فالطرف معرض للإصابات والآفات
أما الوسط فإنه يكون سالما. كذلك هذه الأمة ولله الحمد كانت سالمة مما أصاب الأمم قبلها من آفات الكفر والشرك والإلحاد والكبر، وكانت موفقة لاتباع نبيها والإيمان بما بكل الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، والإيمان بكل الكتب. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فهذه الأمة تؤمن بجميع الرسل وتؤمن بجميع الكتب، خصوصا بكتابها الذي أنزله الله على رسولها، وتتمسك به وتتبعه، بخلاف كثير من الأمم السابقة فإنهم يفرطون فيما أنزل الله عليهم ويقابلون ما أنزل الله عليهم إما بالجحود والتكذيب وإما بالتحريف والتبديل والتغيير. أما هذه الأمة ولله الحمد فإنها حافظت على كتابها، تمسكت به وتعلمت ما فيه وعملت بما فيه، فلذلك صارت خير الأمم. فكانت هذه الأمة وسطا بين الأديان، دين الإسلام وسط بين الأديان، وأمة الإسلام وسط بين الأمم، بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفا، فهي أمة معتدلة ليس فيها إفراط وغلو وليس فيها تفريط وإهمال. هذه صفة هذه الأمة. ففي الرب سبحانه وتعالى كانت هذه الأمة وسطا بين اليهود والنصارى، فاليهود شبهوا الله بالمخلوقين، تعالى الله عن ذلك، فقالوا يد الله مغلولة، وصفوا الله بالبخل، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى غير ذلك من مقالاتهم الخبيثة. فشبهوا الله بالخلق في الصفات المذمومة. وأما النصارى فهم شبهوا المخلوق بالخالق، شبهوا المخلوق بالخالق، فشبهوا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بالله، وجعلوا له من صفات الربوبية ما اتخذوه به ربا وإلها، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا في النصارى، وقالوا المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقولون، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، المسيح وروح القدس والله ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. فهم شبهوا المخلوق وهو المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، شبهوه بالخالق واتخذوه ربا يعبدونه ويصرحون بأنه الرب يسوع
يعني عيسى، ولا يزالون على ذلك، يعتقدون أن المسيح هو الله أو ابن الله وأنه الرب، ويعبدونه من دون الله عز وجل، كما صرح بذلك القرآن الكريم عنهم، وكما عليه حالهم التي لا يزالون عليها. فالذي يستمع إلى إذاعاتهم التي يسمونها صوت الإنجيل أو غيرها، يستمع إلى الكفر البواح والغلو في المسيح عليه الصلاة والسلام، الذي هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم أن يعبدوه من دون الله، وقال: اعبدوا الله ربي وربكم، وقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال الله تعالى في المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، فهو عبد ورسول وليس ربا. والمسلمون وسط بين اليهود والنصارى في حق الرب وما يجب له سبحانه وتعالى، فينزهونه عما فعل اليهود من تشبيهه بالمخلوقين، وينزهونه عما فعل النصارى من تشبيه المخلوقين به سبحانه وتعالى، ويعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الرب المعبود وحده لا شريك له، الخالق الرازق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه عقيدة المسلمين، وهي وسط في الرب سبحانه وتعالى بين عقيدة اليهود عقيدة النصارى. وكذلك في الرسل، عقيدة المسلمين في الرسل وسط بين غلو النصارى وجفاء اليهود. فاليهود جفوا في حق الرسل، فآمنوا ببعضهم وكفروا ببعضهم، وأساءوا الأدب مع الرسل، حتى مع نبيهم كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام، كما قص الله مواقفهم معه وأذاهم له في كثير من المواقف، وكيف قابلوا كليم الله موسى عليه السلام بالجفا والتكبر. من ذلك أنه لما أمرهم بالجهاد في سبيل الله لتخليص بيت المقدس من الكفار، قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يا سبحان الله، إذا خرجوا منها هم فليس لكم فضل، إذا خرجوا ليس لكم فضل، إنما المطلوب أن تجاهدوهم
حتى يخرجوا. ثم انتهى أمرهم إلى أن قالوا لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذا ما قالوه لنبيهم ورسول الله وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وكذلك مع بقية الأنبياء أساءوا الأدب وجفوا في حق الأنبياء وقتلوا من قتلوا من الأنبياء. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين. أفكلما جاءكم رسول، هذا خطاب لليهود، بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فريقا من الرسل كذبوهم وجحدوا رسالتهم، وفريق من الرسل قتلوهم كما قتلوا زكريا عليه السلام وقتلوا ابنه يحيى عليه الصلاة والسلام، وهموا مرارا وحاولوا قتل المسيح عليه الصلاة والسلام ومكروا لقتله، فرفعه الله عز وجل وخلصه من بين أيديهم، وحاولوا مرارا قتل محمد صلى الله عليه وسلم ولكن الله عصمه منهم. هذا موقف اليهود من الأنبياء، وهو موقف لا يزال معهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما النصارى فإنهم غلوا في حق الأنبياء حتى اعتقدوا من ليس برسول اعتقدوه رسولا، فاعتقدوا أن أتباع المسيح من الحواريين أنهم رسل، يسمونهم بالرسل: الرسول بولس، الرسول متى، الرسول، يطلقون اسم الرسالة على غير الرسل. هذا غلو في شأن الرسالة، حيث إنهم منحوها من ليس برسول، وغلوا في حق المسيح كما مر قريبا حتى جعلوه ربا يعبد من دون الله، وحتى اتخذوا أحبارهم، حتى العلماء منهم جعلوا لهم حق التشريع والتحليل والتحريم من باب الغلو، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا موقف النصارى من الرسل، الغلو في مقابل موقف اليهود، وهو الجفاء في حق الرسل والاستكبار والعناد والأذى للرسل. لم يسلم رسول حتى نبيهم موسى عليه السلام لم يسلم من أذاهم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، برأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أما المسلمون والحمد لله فموقفهم من الرسل هو الوسط، يؤمنون بجميع الرسل ولكن لا يغلون فيهم، يؤمنون بجميع الرسل خلافا لليهود ولكن لا يغلون فيهم خلافا للنصارى، وإنما يعتقدون أنهم عباد من عباد الله وأنهم رسل من عند الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذا موقف المسلمين من الرسل، الإيمان برسالتهم خلافا لليهود الذين كفروا بكثير منهم، واحترامهم وإجلالهم خلافا لليهود الذين آذوهم وتنقصوهم، ولكن من غير غلو
ومن غير أن يرفعوهم إلى مرتبة الرب سبحانه وتعالى خلافا للنصارى، وأنهم لا يعتقدون نبوة أحد إلا من أرسله الله سبحانه وتعالى، فلا يتخذون العلماء والأحبار والرهبان يتخذونهم مشرعين يحللون ويحرمون من غير دليل من كتاب الله. هذا موقف المسلمين ولله الحمد، وهو موقف الوسط من الرسل، خصوصا في عيسى عليه السلام. فاليهود جفوا في حقه وجحدوا رسالته وقالوا فيه وفي أمه قولا شنيعا، قالوا في المسيح وفي أمه قولا شنيعا، قبحهم الله. والنصارى غلوا فيه حتى عبدوه من دون الله. المسلمون يقولون المسيح عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فلم يجفوا في حقه جفاء اليهود، ولم يغلوا في حقه غلو النصارى، وإنما اعتقدوا فيه ما يليق به أنه رسول الله وأنه عبد الله، رسول الله خلافاً لليهود وعبد الله خلافاً للنصارى الذين يزعمون أنه ابن الله وليس عبد الله، وإنما هو ابن الله تعالى الله عما يقولون. وكذلك في العبادة، المسلمون وسط بين اليهود وبين النصارى، فاليهود عندهم التفريط في العبادات والكسل عن العبادات والتحلل من الشرع والميل إلى الإباحية، هذه صفة اليهود مع الشريعة، التفريط والإهمال والكسل، وأنهم لا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة إلا بالنزغ اليسير وعلى غير الوجه المشروع أيضا، فهم مفرطون في العبادة. والنصارى غلوا في العبادة حتى أحدثوا رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فالرهبانية هي إفراط وغلو في العبادة، حتى تركوا ما أباح الله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى شددوا على أنفسهم واعتزلوا في الصوامع وتركوا مصالح الدنيا والدين، وبزعمهم يتفرغون للعبادة، حتى الزواج لا يتزوجون ولا يأكلون الطيبات، فهم شددوا على أنفسهم في العبادة، فهم على طرف نقيض مع اليهود. أولئك فرطوا وهؤلاء أفرطوا. أما المسلمون ولله الحمد فهم وسط في عبادة الله، لا يفرطون فيها كما فرطت اليهود، ولكن لا يغلون فيها كما غلت النصارى وزادوا عن الحد. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فالغلو سمة النصارى، والتساهل في العبادة صفة اليهود. المسلمون متوسطون، فلا غلو كغلو النصارى ولا تساهل وتفريط كتساهل اليهود وتفريطهم، بل هم معتدلون في العبادة بين التشدد والتنطع وبين الإهمال والتفريط. هذه صفة المسلمين في العبادة على طريقة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، حينما قال: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم
وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذه صفة المسلمين، يتمتعون بما أحل الله لهم من الطيبات، ولا يشقون على أنفسهم في العبادات، وإنما يتوسطون بين الإفراط والتفريط، لأن دينهم دين الاعتدال ودين الوسطية. فهذه صفة المسلمين في العبادة. وفي الأحكام، أحكام الحلال والحرام، المسلمون وسط بين اليهود والنصارى، فاليهود تشددوا في التحريم حتى حرموا طيبات أحلت لهم. اليهود تشددوا في التحريم حتى حرموا على أنفسهم الطيبات، والنصارى تساهلوا في التحريم حتى استباحوا الخنزير واستباحوا المحرمات وتعبدوا لله بالنجاسات. فأفضل عابد عندهم هو أقذر رجل وأوسخ رجل، الذي لا يترفع عن النجاسات، هذا عند النصارى. أما اليهود فإنهم تشددوا في الأحكام والحلال والحرام، حتى كانوا لا يساكنون الحائض، المرأة إذا حاضت منهم لا يساكنونها ولا يؤاكلونها ولا يشاربونها ويعتزلونها. هذه صفة اليهود، تشدد والعياذ بالله. وأما النصارى فإنهم لا يستأنفون من القاذورات والنجاسات والأوساخ، ويتقربون إلى الله بذلك، فأفضلهم عندهم أكثرهم وساخة وملابسة للنجاسات والقاذورات، حتى إنهم يأكلون أخس الحيوانات وأقبح الحيوانات، وهي الخنزير الذي هو أخبث الحيوانات. هذه صفة النصارى في التحليل والتحريم. وعلى عكسهم اليهود تشددوا، حتى إن أحدهم إذا أصابت ثوبه النجاسة لا يغسلها بالماء، وإنما يقطع الثوب، يشق الثوب الذي فيه النجاسة ويفسد الثوب، يعتقدون أن الماء لا يطهر النجاسة فيشقونها من الثوب فيصبح الثوب معيبا. هذا من تشددهم والعياذ بالله، هذا تشدد اليهود في الحلال والحرام، وهذا تساهل النصارى في الحلال والحرام. أما المسلمون فإنهم وسط في الحلال والحرام بين تشدد اليهود وتساهل النصارى، فهم لا يحرمون إلا ما حرم الله ورسوله. أما النصارى فإنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، لكن لا يتشددون. ومن ذلك المثلان اللذان ذكرتهما لكم، موقفهم من الحائض، موقف اليهود من الحائض. المسلمون لا يعتزلون الحائض، ويأكلون مما طبخت ويلبسون ما غسلت وما لمست، إلا أن الله حرم على زوجها الجماع في الفرج، وأباح مباشرتها والنوم معها ومباشرتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة وهي حائض فتتزر، فيباشرها صلى الله عليه وسلم وينام معها عليه الصلاة والسلام. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في الفرج مخرج الحيض، ولا تقربوهن، يعني بالجماع، حتى يطهرن. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يحل من الحائض قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا النكاح في الفرج. فهذا من وسطية الإسلام في الأحكام الشرعية. الثوب إذا أصابته النجاسة فلا نتساهل كتساهل النصارى، ولا نبالي بالنجاسات،
ولا نتشدد تشدد اليهود حتى نقطع النجاسة من الثوب ونشقه، وإنما نغسل الثوب بالماء والحمد لله. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزل من السماء ماء ليطهركم به، فيغسلون النجاسة من الثوب ويلبسونه ويستعملونه. هذا من وسطية الإسلام ولله الحمد، الذي ما جعل الله على المسلمين فيه من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. فهذه وسطية المسلمين بين الأمم. وكذلك في الإسلام أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة المنتسبة إلى الإسلام، كالخوارج والمعتزلة والقدرية والشيعة، فهم وسط بين الفرق الضالة، بين المفرطين المضيعين وبين المفرطين الغالين. أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة، كما أن الإسلام وسط بين الأمم الكافرة. ففي أسماء الله وصفاته أهل السنة والجماعة وسط بين المعطلة الذين نفوا أسماء الله وصفاته من الجهمية وغيرهم، وبين الممثلة المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء هذا رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله وهو السميع البصير هذا رد للتعطيل، حيث أثبت لنفسه السمع والبصر سبحانه وتعالى، وسمى نفسه بالسميع والبصير. أهل السنة والجماعة يتخذون من هذه الآية وأمثالها ميزانا يسيرون عليه، وهو ميزان الاعتدال بين الجفا في الأسماء والصفات وتعطيلها، وبين الإفراط في إثباتها وتشبيهها بصفات المخلوقين. فهم يعتقدون أن لله أسماء وصفات يليقان به سبحانه وتعالى، لا يشبهه فيهما أحد من خلقه. وهذا هو موقف الاعتدال بين المعطلة والممثل. وفي القدر، القضاء والقدر، هم وسط بين الجبرية وبين القدرية. الجبرية الذين يغلون في إثبات القدر حتى يسلبوا العبد فعله واختياره، ويجعلونه مجبرا على أفعاله ليس له فيها اختيار ولا مشيئة، وإنما هو كالآلة التي تحرك بدون اختيارها. هذا مذهب الجبرية من الجهمية وغيرهم. وبين مذهب القدرية الذين يغلون في قدرة العبد، في إثبات قدرة العبد ومشيئته، ويجحدون قدرة الله ومشيئته وتقديره للأفعال والأعمال، ويقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه بدون أن يكون لله في ذلك تقدير سابق أو كتابة في اللوح المحفوظ، وإنما هو شيء العبد يفعله مستقلا. هذا مذهب القدرية الذين يغلون في إثبات القدر، ويغلون في إثبات قدرة العبد ومشيئته واختياره،
حتى يقولون إن العبد لا يرجع إلى قدر الله وقضاه، وإنما هو الذي يفعل أفعاله ويبتكرها بدون أن يكون لله تدخل في يرجع إلى قدر الله وقضاه، وإنما هو الذي يفعل أفعاله ويبتكرها بدون أن يكون لله تدخل فيها. تعالى الله عما يقولون. أهل السنة والجماعة في الوسط بين الفريقين، فهم لا يغلون في إثبات مشيئة الله وقدرته غلو الجبرية فينفوا أفعال العبد، ولا يغلون في إثبات أفعال العبد غلو القدرية فينفون مشيئة الله وقدرته، وإنما يقولون العبد يفعل باختياره ومشيئته ولكنه لا يخرج عن مشيئة الله وقدره وقضائه. وذلك كما في قوله تعالى وما تشاء لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله أثبت للعبد مشيئة وقدرة واختيارا وأرجع ذلك وربطه بمشيئته سبحانه وتعالى. فقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما تشاءون هذا رد على الجبرية، إلا أن يشاء الله هذا رد على القدرية. فأهل السنة والجماعة وسط في قضاء الله وقدره وأفعال العباد ومشيئتهم، وكذلك أهل السنة والجماعة وسط في نصوص الوعد والوعيد وأصحاب الكبائر بين المرجئة وبين الخوارج والمعتزلة. فالمرجئة يأخذون بنصوص الوعد ويتركون نصوص الوعيد ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، فالمعاصي عندهم أمرها سهل ما دام العبد يؤمن بربه، يقولون لا تضره المعاصي، أخذا بنصوص الوعد التي فيها أن الله غفور رحيم وأن الله تواب غفور رحيم وأن الله رؤوف بعباده، يأخذون بهذه النصوص وينسون أن الله شديد العقاب وينسون أن الله سبحانه وتعالى يغضب على من عصاه، فهم يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون الطرف الآخر. الله جمع بينهما في آية واحدة في قوله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، فهو مع كونه غافر الذنب وقابل التوب هو أيضا شديد العقاب لمن عصاه سبحانه وتعالى، لكن المرجئة أخذوا بالطرف الأول غافر الذنب وقابل التوب وتركوا شديد العقاب، وقالوا ما دام الإنسان مؤمن فمهما عمل من المعاصي والكبائر فإنه كامل الإيمان ولا تضره المعصية. أما الخوارج والمعتزلة فهم على النقيض من المرجئة، أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، فأخذوا بقوله شديد العقاب وقوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فأخذوا نصوص الوعيد وقالوا إن مرتكب الكبيرة كافر خالد مخلد في النار بدليل قوله شديد العقاب وقوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فهذا فيه أن جميع العصاة أنهم في نار جهنم خالدين فيها أبدا، ونسوا أن الله جل وعلا يغفر لمن شاء من أهل الإيمان، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمؤمن
السالم من الشرك والكفر إذا فعل كبيرة من كبائر الذنوب فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له، خلافا للوعيدية الذين يقولون إن الله لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا فيه رد على الوعيدية الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر خالد مخلد في النار والعياذ بالله. لكن في قوله شديد العقاب هذا فيه رد على المرجع في أن مرتكب الكبيرة معرض للعقوبة، معرض للعقوبة، لكن إن شاء الله عاقبه وإن شاء غفر له، وإذا عاقبه فإنه لا يخلده في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا الكافر. أما المؤمن فإنه وإن دخل النار بذنوبه فإنه يخرج منها ولا يخلد فيها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فالمؤمن الذي يرتكب الكبيرة معرض للعقوبة، وإن شاء الله غفر له ولم يعاقبه، وإن شاء عاقبه، ولكنه لا يخلد في النار، بل هو موعود أن يخرج من النار ولا يخلد فيها إلا أهل الكفر. هذا مذهب أهل السنة والجماعة الوسط في أن مرتكبي الكبائر من المؤمنين أنهم لا يكفرون، خلافا للخوارج، وأنهم عرضة للعقاب خلافا للمرجئة. فهم جمعوا بين النصوص وعملوا بها كلها، فبذلك صاروا وسطا في هذا الباب بين الوعيدية وبين المرجئة. وكذلك أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخوارج وبين الرافضة والشيعة. فالخوارج كفروا كثيرا من الصحابة، قبحهم الله، حكموا بكفر كثير من الصحابة بناء على مذهبهم الفاسد في نصوص الوعيد. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة، وإذا صدر من أحدهم خطأ فإنه أقرب إلى مغفرة الله من غيره من العصاة، لفضلهم وسبقهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الخوارج خالفوا هذا في أصحاب رسول الله فكفروا كثيرا منهم لما خالفوهم في بعض المسائل، كفروهم. أما الرافضة فإنهم غلوا في علي بن أبي طالب، الخوارج كفروا عليا وكفروا كثيرا من الصحابة، أما الرافضة فإنهم غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى أن منهم من اعتقد أنه هو الله، وهم غالية الشيعة الذين حرقهم علي رضي الله تعالى عنه بالنار لما أنهم سجدوا له، أمر بالأخاديد فحفرت وأضرم فيها النيران ثم ألقاهم فيها وهم أحياء غضبا لله سبحانه وتعالى، وأقره على ذلك الصحابة في قتلهم، إلا أنهم يقولون لو قتلهم بالسيف لكان أحسن من قتلهم بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكنهم وافقوا على كفرهم وعلى قتلهم بسبب غلوهم في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
وبعض الروافض لا يعتقدون أن عليا إلها، ولكن يقولون هو أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان، وأن هؤلاء مغتصبون للخلافة وظلموا عليا في أنهم أخذوا الخلافة قبله، وكان هو الوصي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا كذب. الخليفة بعد رسول الله بإجماع المسلمين هو أبو بكر، ثم من بعده عمر بن الخطاب، ثم من بعده عثمان بن عفان الذي اختاره الصحابة وأجمعوا على اختياره رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب وهو الخليفة الرابع. هذا موقف أهل السنة والجماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يعتقدون فضلهم وسابقتهم وأنهم أفضل الأمة، بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إلى قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. فلا يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبهم ويتنقصهم إلا كافر، كما في هذه الآية: ليغيظ بهم الكفار. فموقف الرافضة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم التكفير والتنقص والطعن فيهم، ويعتقدون ذلك من أفضل القربات قبحهم الله. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يحبون كل الصحابة، أهل البيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه والعباس وأهل البيت وغيرهم من الصحابة، لما جاء في الكتاب والسنة من فضلهم وسابقتهم والنهي عن تنقصهم والأمر بالاقتداء بهم واتباعهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأهل السنة والجماعة يحبونهم كلهم ويتولونهم كلهم، لا يفرقون بينهم، ويعتقدون فضلهم وسابقتهم وأنهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن فضائلهم كثيرة في كتاب الله، وأن أحدا لا يمكن أن يصل إلى درجتهم مهما بلغ من العبادة ومهما بلغ من الأعمال الصالحة، فلا يمكن أن يلحق بالصحابة أبدا. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فأهل السنة والجماعة يخالفون الخوارج الذين يكفرون كثيرا من الصحابة، ويخالفون الشيعة الذين يغلون في علي رضي الله عنه ويتنقصون غيره من الصحابة. هذه وسطية الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بين فرق الضلال من خوارج ومرجئة وشيعة وقدرية، وبهذا صاروا الأمة الوسط. وصدق الله العظيم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هذه الأمة الوسط، وأن يوفقنا وإياكم لقول الحق والعمل به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا الله بما سمعنا. هذا سائل يقول: هل الطوائف المنتشرة في البلاد الإسلامية تعتبر وسط، حيث أنها تدعي الإسلام وداخلة ضمن قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا،
علما أن منهم من يطوف على القبور ومنهم من يقوم بالموالد وغير ذلك. الفرق المنتشرة الآن في الأرض التي تنتسب إلى الإسلام لا يكون منها وسطا إلا من كان على مذهب أهل السنة والجماعة، فمن كان على مذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل والأخلاق فإنه يكون من الأمة الوسط، ومن كان على غير مذهب أهل السنة والجماعة فإنه لا يكون من الأمة الوسط، بل يكون عنده من الانحراف والضلال بحسب ما عنده. نعم. هذا سائل يقول: لقد ابتلينا ببعض الفرق الإسلامية التي تغلو في القبور والاحتفال بالموالد والإسراء والمعراج، ويدعون أنهم هم المحافظون على السنة وهم الأحباش، فكيف يكون الرد عليهم وعلى بدعهم علما أن لهم انتشار في بعض البلاد الإسلامية؟ أولا أحب أن ننبه أن القبوريين الذين يعبدون القبور يستغيثون بالأموات ليسوا من المسلمين ولا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هم من المشركين مثل أبي جهل وأبي لهب وأضرابهم، فلا يقال إنهم من أمة محمد ولو كانوا يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون، لأنهم ناقضوا الشهادتين، ناقضوا الشهادتين بالشرك، ولا إله إلا الله محمد رسول الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان فقط، وإنما لا بد من الالتزام بمعناهما، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وإفراد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، فالمعبود هو الله وحده والقدوة والمتبع هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما عن فرقة الأحباش التي تنتسب إلى عبد الله الحبشي فهذه فرقة ضالة جمعت ضلالات كثيرة، القبورية وتعطيل الأسماء والصفات ومخالفة مذهب أهل السنة والجماعة في كثير من الأمور، فهي فرقة ضالة منحرفة والعياذ بالله، جمعت بين ضلالات كثيرة من خبث الروافض ومن خبث القبوريين ومن خبث المعطلة أشياء كثيرة، فهي تجمع بين خليط من المذاهب المنحرفة الباطلة. نعم. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين قول الله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله وبين قول الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ التفريق ليس في التفضيل، الرسل بعضهم أفضل من بعض، وهذا ليس من باب التفريق، التفريق هو بالإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم، هذا هو التفريق، أن يؤمن بالبعض ويكفر بالبعض. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالتفريق بين الرسل هو بالإيمان ببعضهم والكفر ببعضهم كما فعلت اليهود والنصارى، أما الإيمان بجميعهم فهذا ليس فيه تفريق، وتفضيل بعضهم على بعض بموجب الدليل هذا ليس تفريقا، وإنما الله جل وعلا هو الذي فضل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، هذه فضائل جعلها الله لبعضهم على بعض. فأفضل الرسل الخليلان محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، وأفضل الخليلين محمد، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل على الإطلاق. نعم. وليس في هذا تفريق بين الرسل، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم. هذا سائل يقول:
هل من كلمة توجيهية للتعامل مع كل من اليهود والنصارى سواء كان في العمل أو إذا أصبحوا جيرانا للمسلمين؟ وهل نزورهم ونسلم عليهم ونأكل منهم ونتزوج؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. موقف المسلمين من اليهود والنصارى وضحه الله جل وعلا في القرآن، ووضحه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، أن المسلمين لا يحبون اليهود والنصارى في القلوب، لا يحبونهم ولا يعينونهم على المسلمين ولا يتولونهم. لا تتخذوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يعني في المحبة، فلا تحبونهم، والنصرة لا تناصرونهم على الكفر، بل الواجب العكس وهو جهادهم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا موقف المسلمين من اليهود والنصارى، البغض والعداوة وعدم المناصرة على كفرهم ووجوب جهادهم إذا كان عند المسلمين مقدرة على جهادهم. أما التعامل الدنيوي، البيع والشراء والمعاهدات وتبادل السفراء، هذه أمور دنيوية لا بأس بها للمصالح، مصالح المسلمين تقتضي هذا، أنهم يستفيدون من التجارة مع الكفار، والمعاهدة مع الكفار إذا كانت في صالح المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود، تعاهد مع اليهود في المدينة وفي خيبر، وتعاهد مع المشركين في الحديبية قبل فتح مكة، فالمعاهدة معهم على ترك القتال إذا كان للمسلمين مصلحة في ذلك فلا مانع، خصوصا إذا كان للمسلمين ضعف، فهم يتصالحون مع الكفار إلى حين أن يكون عند المسلمين قوة فيقاتلونهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التجارة معهم، بيع والشراء، استيراد البضائع، استيراد الأسلحة، وهذا ليس عطاء منهم ولا منا منهم، وإنما نشتريه بثمن، نشتريه بمالنا، ما لهم فيه فضل ولا منا، وإنما نشتريه بأموالنا، فهذا ليس من الموالاة لهم، وإنما هو من تحصيل المصالح ودفع المفاسد، ينبغي أن يعرف هذا. نعم. هذا سائل يقول: هل الساحر واقع تحت المشيئة أم هو كافر مخلد في النار؟ وما نصيحتك لكثير من الناس الذين عند أي أذى يصيبهم يتجهون إلى السحرة للسؤال عن أحوالهم؟ نعم. هل الساحر واقع تحت المشيئة أم هو كافر مخلد في النار؟ وما نصيحتك لكثير من الناس الذين عندما يصيبهم أدنى أذى يتجهون إلى السحرة للبحث عن أحوالهم؟ الساحر كافر خارج من الملة، لأن السحر كفر. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان، أي الملكان، من أحد يعلمانه السحر حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهم ينصحونه ويقول له إن السحر كفر فلا تتعلمه، لأن من تعلم السحر كفر. وفي ختام الآية يقول: ولقد علموا لمن اشتراه، يعني السحر استبدله بالإيمان، ما له في الآخرة من خلاق.
يعني ما له نصيب في الجنة. وهذا وصف الكافر والعياذ بالله. الكافر هو الذي ليس له في الآخرة أي في الجنة من خلاق. فالسحر كفر، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات وأمر باجتنابها. فالساحر كفر، السحر كفر أكبر يخرج من الملة، والساحر كافر يقتل ولا يستتاب، لأنه وإن أظهر التوبة فإنه ليس بصادق في توبته، لأنه زنديق، والزنديق لا يستتاب، يقتل بكل حال. هذا حكم الساحر. وأما من يذهب إليه ويصدقه فإنه إذا صدقه ووافقه على السحر واعتقد أن السحر مباح صار كافرا مثله، لأنه استباح الكفر وأجاز الكفر فيكون كافرا مثل الساحر. أما إذا كان يعتقد تحريم السحر وأنه باطل ولكن ذهب إليه من لهوى نفسه فهذا يعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب الخطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا، والكاهن مثل الساحر بل الساحر أشد من الكاهن، يقول: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فلا يجوز الذهاب إلى السحرة ولا العلاج عندهم، بل يجب أن يبلغ عنهم ولاة الأمور من أجل إقامة حكم الله فيهم وإراحة العباد والبلاد منهم، لأنهم يفسدون العباد والبلاد ويفسدون الدين. فلا يجوز السكوت عنهم وتركهم ولو ادعوا أنهم يعالجون الناس. العلاج لا يكون بالكفر، بل لا يكون العلاج في المحرم ولو دون الكفر. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. هذا في المحرم، فكيف بالسحر وهو كفر والعياذ بالله. نعم. هذا سائل يقول: ما حكم من يقول لك الله، وما معنى هذه العبارة؟ لا بأس فيما يظهر لي بهذه العبارة أن يقول لك الله، من باب تعظيم الله سبحانه وتعالى والتعجب من هذا الأمر، ما فيها شيء. نعم، هذا اللي يظهر لي. نعم.